إذا كان مجلس مدينة الدار البيضاء خلال البداية ديالو في هذه النسخة هذه قدر إغلاق المطرح النفاية تاع مدينة مديونة، عرض واحد الاتفاقية تتعلق بتدبير مركز وطمر النفايات المنزلية من أجل يعني وضع حد لمشكلة تاع المطرح النفايات على مستوى مدينة الدار البيضاء. سي مرشد، بين النقاط المعروضه على انظار المجلس النقطه المتعلقه بتدبير مركز تاع النفايات مدينه الدار النفايات المنزليه، يعني واش المجلس نقولوا بان الدار البيضاء غتوضع حد لهذا المشكل تاع مطرح النفايات على المستوى؟ بطبيعه الحال الجانب البيئي اساسي كياخذ واحد القسط وافر من اهتمام ديال المجلس واللي امتد عبر سنوات. راه هذه المساله ديال التمر النفايات او معالجه النفايات هذا مشروع قديم جديد اللي منذ 2004 فاش انتقلنا للتدبير المفوض ديال النفايات بمدينه الدار البيضاء، والنقاش اللي دخلوا التجارب اللي مرات منها مدينه الدار البيضاء، وفي كل عقده كيكون هناك تقدم نظرا بالنظر الى الاشكالات اللي طرحت في العقده اللي سبقتها. مدينه الدار البيضاء كانت كتوفر على واحد لا ديشارج في مديونه، وبعد مجهودات لان كاين غياب ديال الوعاء العقاري، وبعد نقاش كبير مع الساكنه ومع ممثلين الساكنه ديال المنطقه، تمكننا باش نضيفوا واحد المطرح جديد، ولكن اللي لا دوغي في مده الحياه ديالو ما تجاوز واحد 3 سنوات. لهذا اون باراليل كان لابد انه نفكروا في حل نهائي لمدينه الدار البيضاء، وهو هذا ديال اللي فيه اكثر من 200 قطار، واللي في الحقيقه لولا مساعده ديال الاداره المركزيه ما كانش يمكن لنا نمروا لهذه المرحله. اليوم لي زيتود سون لونسي، اليوم غادي نوافقوا على الاتفاقيه واللي من خلالها غادي نعطيو التدبير لكازا بيئة، التدبير ديال هاد ديال هاد ديال هاد الاتفاقيه باش يمكن نوجدوا مدينه الدار البيضاء للتوسع العمراني اللي كتعرفوا، نحضروا لمواجهه هذا المشكل بكيفيه نهائيه وبعيدا عن تلك الحلول الانيه اللي كنا ديما كنلجؤوا لها، اللي كنا كنلجؤوا لها ماشي لغياب الرؤيه في الحقيقه، ولكن لانعدام او لقله الامكانيات. بينما اليوم اللي دخلت الشركاء دخلوا الشركاء في هذا الباب، يمكن اليوم نقول بان مدينه الدار البيضاء مقبله ان شاء الله على هذا. العقاري فين كاين بالضبط؟ كنظن في نفس المنطقه نيت، في نفس العماله دي عماله مديونه في جواهر المشروطيه، باش يمكن اننا هذا هو اللي كاين. فيما يخص هذه العمليه ديال العمليه الاقتناع، مفروض على اساس انه حتى الامكانيات بطبيعه الحال الماليه بالنسبه للجماعه صعيب عليها، على اساس انه دير عمليه الاقتناع منها كتدخل بطبيعه الحال وزاره الداخليه هي اللي كتحاول ما امكن على اساس انه دير دعم بالنسبه للجماعات، لانه المشروع هو مشروع مهم واساسي على المستوى البيئي بطبيعه الحال، وغادي يحاول ما امكن يضمن على اننا نولي نديروا التثمين بطبيعه الحال بالنسبه للنفايات، وغادي يضمن على اساس انه بالنسبه لنا نقدروا بطبيعه الحال هذا الحجم الكبير ديال النفايات اللي كتكون على مستوى الدار البيضاء نتحكموا فيها ونساهموا بشكل كبير بطبيعه الحال في النظافه ديال مدينه الدار البيضاء. نتمنوا تكون هذه اخر مره ما نبقاوش نفكروا في المزبله مطرح وما يتحلش المشكل ديالها، لان هذه ثلاث المرات خذينا 94 هكتار مشات، خذينا 72 هكتار مشات، دابا نتمناو هذه اللي كاينه دابا حاليا اللي كاينه في الحليبيه، نتمنى ان شاء الله لان السكه اللي كانت تما تحولات لجهه اخرى، تحولات المشروع ديال الرشاد، نتمنى اذا السكه تبقى الحل الحل، واللي طرح على اللجنه ديال 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 سميتو التدبير المفوض ديال 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 النظافه، المشكل اللي مطروح عليه هو دوك الناس مثلا اللي تيشتغلوا في غير شنو مصيرهم. حنا تنطلبوا هذوك الناس على الاقل خصهم يدخلوا داخل الشركه تما ويتعوضوا وتكون عندهم الوثائق ديالهم، وهم راه مشوا في هذه، تنتمنى ان شاء الله يكون هذا هو اللي كاين.